تكلفه رساله الماجستير قد ايه مثلا؟ على حسب الموضوع. افريج من الى ممكن توصل لحد 10,000-20,000 جنيه مثلا والطباعه لطبيب شاب متخرج ما معهوش فلوس بالظبط. فيعني قصدي كلها كل دي ده كده ده محور هو لسه لا خطب ولا اتجوز ولا فكر يجيب شقه ولا فكر يجيب عياده ولا اي حاجه. على فكره امبارح كنا بنتكلم في حته مهمه جدا بالنسبه لدخل الاطباء. كان سياده الرئيس من سنه كده كان وجه بانهم يفتحوا عيادات التامين الصحي بعد الظهر علشان اولا الطبيب يقدر يزود دخله وفي نفس الوقت تقلل الزحمه. يعني الناس بتشتكي من الزحمه. اقتراح رائع. رائع جدا. الحقيقه اكتشفت ان بس 93 امبارح كان عندنا في جلسه الحوار ممثلي الحكومه رئيس هيئه التامين الصحي واكتشفت ان 93 عياده بس اللي مفتوحين والباقي لسه مش مفتوحين. من اصل كم عياده؟ من اصل 400 وحاجه. فالحقيقه سالته مفيش اقبال سؤال شباب؟ قلت له من فضلك افتح الباقي. لا في اقبال شديد جدا الدكاتره مبسوطين لانهم بياخدوا اجر. قال لي لسه عشان يعني هنحاول وعشان تدبير الموارد الماليه وكده. تدبير الموارد الماليه طب ما هو دكتور بيشتغل وياخد اجر من التامين. يعني قصدي قصة عايزه دفع شويه. بالعكس دي فكره كويسه جدا ان انا اديله فرصه انه يشتغل بعد الظهر. ويا ريت نفتح العيادات الخارجيه بتاعت كل المستشفيات، مستشفيات الجامعيه، مستشفيات وزاره الصحه، كله بعد الظهر. الناس تبقى على الاقل كمان يبقى انت عندك خدمه مخفضه طبيه. صحيح. وفي نفس الوقت عندك مكان يمارس فيه الطبيب، فمش محتاج ان هو يدور على عياده او ياجر عياده او تكاليف العياده. يعني في حلول بسيطه ممكن تمشي الحال شويه. زائد ان احنا لازم 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 نتيح فرصه التسجيل للاطباء. نفتح التدريب الالزامي ونشوف هيئه التدريب الالزامي ناويه تعمل معاهم ايه. نبتدي نخليهم يحضروا كل المؤتمرات ببلاش. شباب الاطباء مش مفروض يدفعوا اي رسوم في اي مؤتمر. صحيح. ده محتاج يسمع ويتعلم ويروح. الاساتذه الكبار لازم يبقوا موجودين في الـ في الـ في الـ في الكليات وفي المستشفيات. دكتوره ايرين سعيد، وحضرتك عضو مجلس النواب، ومجلس النواب طلع واحد من أهم المشروعات تصب مباشرة لصالح المواطن، ألا وهو قانون التأمين الصحي الشامل. وأنا لما بقرأ فيه فيتقال أن الطبيب ممكن يتفرغ ويبدأ درجته المالية 15,000 جنيه. ده هي. هل ترى أن في قانون التأمين الصحي الشامل بداية حل فيما يتعلق بالأجور؟ طبعا. وكان والتأمين الصحي الشامل عليه إقبال شديد من بس هو لسه في 5-6 محافظات. يعني أنا نزلت لفيت في المحافظات، أنا نزلت مع لجنة الصحة لقياس الأثر التشريعي لهذا القانون. حقيقة التأمين الصحي الشامل حل حاجات كتيرة جدا مش موجودة في المنظومات القديمة. في حاجات جديدة يعني احنا كل مرة كنا بناخد كومنتس وكنا بنوصلها. الحقيقة سنة عن سنة أنا بحس بفرق وبحس إنه لا يعني في أطباء شغالين ومتفرغين طبعاً وناس وبياخدوا الدرجات المالية العالية. يعني أنا دخلت سألت الصيادلة زمايلي وأنا بلف على الصيدليات، لا المرتبات يعني بعيدة عن اللي احنا كنا فيها تماماً. يعني مرتبات محترمة ومجزية والمستشفيات لطيفة، تكفي أعاشتهم، تكفيهم بدرجة يعني إلى حد لا يفكروا فيها في الهجرة كويسة. طبعا. ولكن هرجع أقول لحضرتك إحنا في سايكل مقفولة. فكرة عجز الأطباء بتخلي الطبيب والصيدلي والتمريض يشتغل أضعاف ما هو مقرر ليه أو أضعاف تحمله. ليه؟ مش بدخل أعلى؟ إحنا يعني زميلي غاب هنا في البرنامج فأنا خدت أيام زيادة. هي قدرة بشرية. أنا المفروض هو طبقا للإحصائيات كل 500 مواطن في مصر، كل 500 مواطن ليهم اقل من طبيب، وده يفوق القدره البشريه عالميا. يبقى كام؟ 23 المفروض طبيب لكل 23. لا 23 طبيب لكل، احنا انا كنت واخداهم جايباهم لك، 23 طبيب لكل 10,000 مواطن. احنا عندنا واحنا عندنا في مصر ب 8 لكل 10,000 مواطن. يعني اقل من طبيب لكل 500 مواطن. طبعا رقم هزيل. انا بقول لحضرتك انا لما كنت بدخل الصيدليات الدكاترة الشكوى الميجر بتاعتهم احنا ضغط الشغل رهيب. كمان في لسه فكرة انه يبقى في سيستم واضح يشتغلوا عليه، ده السيستم ما اكتملش. فالصيدلي بيضطر يعمل ايه او الطبيب، بس يمكن انا شفت الصيادلة اكتر لانه شغلهم ورقي والادوية والحسابات والحاجات دي، فيشتغل جزء على السيستم ويرجع يعيده تاني ورقي لانه
لسه المنظومة ما اكتملتش. أنا يعني أنا منتظرة أنه المنظومة تكتمل بشكل واضح والسيستم يكتمل بشكل واضح. بس لا طبعا بالنسبة للأجور، التأمين الصحي حل أزمة الأجور، الإمكانيات في المحافظات التي تم طبعا فتحة. ايوه لكن لسه في محافظات كبيره. احنا لا ما دخلناش لسه، ده احنا لسه ما اتخرجناش. بس انا كنت عايزه اعلق بس على حاجه صغيره تخص التدريب وتوحيد الشهادات وما الى ذلك. احنا طبعا زي ما الدكتور تفضلت وقالت انه في فاريشن في التدريب وانه احنا مش بسهوله ناخد الماسترز وكده، بس المجلس النواب اصدر قانون اسمه قانون المجلس الصحي المصري، هو لسه لم يطبق بعد خرج من سنه تقريبا، بس هيئته اتكونت. هيئته اتكونت ولكن لسه أثره على الأرض لسه ما ابتداش أو لسه ما اشتغلوش بشكل واضح. القانون ده هدفه هو إعادة التدريب من فترة لأخرى للطبيب، ومزاولة المهنة مش هتتاخد كده. يعني هو مش إحنا عندنا بنتخرج بناخد مزاولة المهنة ونعلق شهادة على الحيطة بس خلاص. الكلام ده مش منطقي، والعلم بيتطور عشان نضمن تطور الطبيب. خرج قانون المجلس الصحي المصري وهو يمكن كل 5 سنين هيحصل فيه أبديت للرخص او ريفاليديشن او اعاده تقييم من فتره لاخرى عشان نخلي الطبيب في حاله تاهب. كمان المساواه ما بين الاطباء وبعضهم والشهادات، في الاخر الشهاده او البورد المصري اللي هياخده دي يعني مسطره واحده بتساوي الجميع وتحاول تحافظ على المستويات في التدريب. القانون ده رائع جدا لو اتطبق بالصوره اللي احنا شفناها في المجلس ووجهه النظر وفلسفته اللي درست في لجنة الصحة بمجلس النواب، أظن أنه هيعمل حلحلة لفكرة الفاريشن أو الفروق الرهيبة اللي في التدريب. دكتورة رندا، حضرتك بتقولي لي في حلول بسيطة لحل الأزمات دي، سؤالي ليكي لما هي بسيطة كده فين القوة المؤثرة البيروقراطية أو السلطة هنا بقى الحكومة أو الصحة اللي تحل؟ يعني ليه بنلف حوالين بعض؟ ما هو اتكلمي بقى بصراحة. يعني الحوار الوطني سيادة الرئيس نادى بيه عشان كده، عشان يزق القوى العميقة، يزق في حاجات بسيطة. الناس عمالة تعطل في حاجات بسيطة جدا ممكن تتعمل. بس يجي لي شاب عايز ياخد الدراسات العليا ما ياخدها، يعني في ايه العقلية ان انا امنع؟ احنا يا ريت كل مسؤولين في مصر يبقوا زي سيادة الرئيس، بياخدوا قرارات اللي هي يعني حاسمه بسرعه. هتحطوا دي كتوصيه طبعاً في طبعا طبعا ان فتح الباب للتسجيل امام شباب الاطباء دي طبعا. احنا هيبقى عندنا جلسات لشباب الاطباء، بس هم اللي يجوا يتكلموا. هنجيب هتسمعوهم. احنا جايبين شباب اطباء من كل محافظات مصر، جايبين اساتذه، جايبين مسؤولين، عايزين نسمع ايه انت برايكم ايه، طب انتوا عايزين ايه، طب يحصل ايه. وبعدين يعني لازم لازم المسؤولين يشدوا معانا شويه. احنا دلوقتي عندنا كارت بلانش، هندرس. طب استفيدوا بيه. طيب هندرس الموضوع. ليه لماذا عدم فتح كليات طب جديده؟ ودكتوره ايرين بتقول لحضرتك عالميا محتاجين 23 طبيب لكل 10,000، احنا عندنا 8، يبقى احنا عندنا خريجين كثر. يعني ايه المشكله في فتح كليات طب جديده؟ احنا عندنا كليات طب، احنا لسه فاتحين. طب احنا عندنا عكس جامعات. مش الازمه في التخريج خالص. التخريج مش الازمه في العدد، الازمه في الهجره. في الهجره لا. ولا هو بص يعني انا اسف، لا يعني الخريجين يتماشوا. احنا عندنا الخريجين 8,000 سنويا، يتماشوا نوصلهم ل10. بس هي الفكره في الهجره. لا في كمان حاجه مهمه جدا. طب انت عندنا 13 جامعه اهليه لسه مفتوحين، فيهم 13 كليه طب، لكن ولادنا راحوا اسواق السودان وراحوا اوكرانيا، وبنجيبهم دلوقتي تاني ندخلهم برضو الكليات دي. طب هم ما دخلوش من الاول ليه؟ عشان في بيروقراطيه برضو في القبول. طب ما تعملوا نظام اذا كان في طالب يعني مجموعه ما سمحش قوي، نعمل له فاونديشن يير سنه تاهيليه، او نعمل له اختبارات تانية او كده، لكن ناخده عندنا في الجامعات الاهليه. انا بتكلم لان انا وكيل لجنه التعليم في مجلس الشيوخ، فمش قادره ما اقولش دي، لان ده تعليم طبي واحنا عاملين جلسه للتعليم الطبي. طب انا ليه بخلي اولادي يروحوا يدفعوا الدولارز دي كلها بره وشحطاتهم علشان 1 أو 2%؟ طب ما انا اعمل حاجه تخليهم يقدروا برضو يدخلوا الجامعات الاهليه بدل ما هي خاويه على عروشها كده. دي برضو محتاجه. احنا فتحنا كليات طب في الجامعات الاهليه ولسه 13 جامعه اهليه وما فيش اقبال ومصروف عليهم مصاريف على اعلى مستوى. طب سؤال قبل ما اطلع فاصل، الشهاده المصريه في اللي هو بكالوريوس الطب، هل لا يزال محل تقدير
في الوطن العربي تحديدا دول الخليج مثل ما كان عليه في الخمسينات والستينات؟ هي الشهادة دلوقتي بعد التغيير اللي حصل في منهج التعليم الطبي معترف بها دوليا، لكن للأسف مثلا الكويت من 3 شهور أصدرت قرار إنها مش عايزة تبعت ولادها يتعلموا عندنا طب، عشان بتقول إن التدريب عندنا مش كويس، إن إحنا عندنا مش يعني بروجرام التدريب بتاعنا مش كويس. ليهم كل الحق، كل بلد عايزة ولادها يوصلوا لأعلى مستوى للتدريب، بس دي حاجة مزعلانة إحنا كأساتذة، مزعلاني يعني. مصر حقيقة كليات الطب في مصر دلوقتي على أعلى مستوى، مصروف عليها جامد جدا من أول القصر العيني لجامعة أسوان، لطب أسوان كله مصروف عليها. طب ما نقول ده للكويتة، الدولة لا تألو جهدا، ما الوزارة تقول بقى والناس يتكلموا.